طب للحلول ممكن كابتن سواء يوسف، كابتن يوسف بعد اذنك اسالك السؤال بكلامك الاخير ده، هو الطموح محتاج يجدد عند لاعبي النادي الاهلي ولا طبعا. عند موسيماني؟ لا عند موسيماني وهينتقل الى لاعبي النادي الاهلي، يعني برافو عليك على الحته دي. انا كمدرب المفروض ابقى طموح على طول، لان انا بلعب في نادي او انا ماسك نادي بيبحث عن البطولات دائما، ودي حلاوه النادي الاهلي وفي نفس الوقت متعبه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت ما بتجدش يعني مساحه ان انت تبحث عن البطولات، لان كل بطوله بيخشها النادي الاهلي مهما كسب افريقيا، مهما كسب دوري عام، مهما كسب كاس مصر، مهما كسب سوبر افريقيا، ثالث عالم انديه، عمل انجاز في كاس عالم انديه، ورغم ذلك جمهوره زعل جدا لما خسر الدوري. طبعا. فموسيماني مدرب بطولات، موسيماني راجل خد بطوله افريقيا مع سان داونز، طيب انا ممكن اسالك، واخد دوري، طبعا كابتن يوسف عايز اسالك واخد على، دوري جنوب افريقي. طبعا عايز اسالك على حاجه مهمه، حاجه مهمه جدا مستغربين منها شويه ومش انا بس فاهمينها. عايز اكملك الحته دي يا كريم. طب هو كمل. ايه اتفضل سبب اتفضل يا ان كابتن. الناس كلها بتحب مانويل جوزيه، ايوه وايه سبب ان كل الناس ارتبطت مع مانويل جوزيه؟ وليه انا اشتغلت مع مانويل جوزيه لمده سنه ونص، من 2012، من 2011 ل 2012، يعني من يناير 2011 لغايه اخر 2012. جوزيه عنده الحته دي، عنده بيكسب بطوله افريقيا، تاني يوم البطوله دي خلاص اتحطت في الدولاب، تاني يوم بيعمل ايه؟ بيبدا يجدد طموحات ويبدا يقلب الصفحه بسرعه عشان يخش على مباراه دوري او لو عنده كاس مصر او. فقدر يستمر من 2004 ل 2009 في حصد ثلاث ارقام افريقيه، ابطال دوري، في سوبر افريقي، في ثالث عالم انديه، في سنه خد فيها الخماسيه. فكل الحاجات دي تقول او احنا لازم نتعلم منها، ان لما بتكسب بطوله لازم، خصوصا لما بيكون عندك بطولات على طول متتاليه وعندك عدد من اللاعبين، هنا مهمه المدير الفني، ويجب على موسيماني ان يلعب الدور ده. وزي ما انت قلت يا كريم، يعني نقطه حلوه برضو، ان موسيماني ذات نفسه عشان هي لو مش عنده مش هتنتقل للعيبه، هي لازم تكون موجوده عنده، وبعد كده لما هتكون موجوده جواه بالطبيعه، بالتون الكلام، بالمحاضرات، بالريتم التدريب، بالريتم الشغل، هتبص تلاقيها انتقلت للاعبين. طيب.